خير يا طير. ايه بس انا طلعت عشان اتلقاك قبل لا تدخل. ايه ابيك تكون محترم وانتبه لسانك وانتبه لالفاظك وانتبه لتصرفاتك وخلك محترم. انت اول شيء نزل يدك اول شيء. لا تفشلني قدام ولدي، هذا انا اقول لك. يعني انا انسان اذا يم ولدك اصير محترم؟ ها يعني شايف قدامك واحد ما محترم. لا انا ما قلت غير انسان غير لائق. انسان حبيبي غير منطقي في المحل. انسان طال عمرك لا جلس يا قاعد يتلفت يمين يسار وياخذ من ذا ومن ذا. هذا صدرك يا نوري، انا اوصيك اقول لك الولد موجود، احفظ لي احترام جنب الولد. يعني لو جيت تسلم علي يم ولدي يحب راسي، ولا جيت تتكلم ما يتكلم معي باحترام. إيه. وانتبه للالفاظ. واقوم اجيب لك الشاي واجيب أيوة لك الماء. ايوه واقعد اقول لك يا عمر هذا. ايوه انتبه لتصرفاتك كامله. هذا كل شيء يم الولد. اي عشان لا راح الولد يم الاهل شي يقول لهم. يقول يقول النوري اخو ابوي عنده احترام عند جماعته. ايوه يحترمون. ربعي يحترمونه. تعال خلنا منا عشان الولد ما بيامنا صح؟ الولد ما بيامنا صح؟ لا 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 ما دام اني ما بيم الولد خلاني ما احترمك. خلاني لا 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 اجلدك. لا خلاني اجلدك ويم الولد احترمك زي كذا. زين اي زين يلا تفضل. لا انت تفضل عشان انا وراك احترمك. يلا خلاص عاد راح عاد تطولها. انت اللي لا تطولها يم الولد. نوري احترم نفسك. ام رياضي انت احترم نفسك. احترم نفسك لا اعطيك بوكس على وجهك. احترم نفسك انت لا اعطيك انا بوكس على وجهك. اشوف اشوف. اقول لك احترم نفسك انت. انتبه يا نوري. انت اللي انتبه. انتبه. ارجع وراك. ارجع. ارجع وراك انت. ارجع انت احسن لك. ارجع وراك. اقول لك ارجع. ارجع منه. اقول لك وخر منه. النوري اقول لك احترم منه. ارجع وراك منك اقول لك احسن لك وروح انا منك. خلاص خلاص ما دام الولد كنا خلاص. يلا يلا بنمشيها عشان الولد بس لا يفكرنا نتهاوش الحين. ولا مش الولد اعرف حسابي معك مفهوم. اقول لك وخر منك بس. اقول لك احترم نفسك. احنا انت قاعد اقول لك نوري المحل. لا 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 تعال 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 احترام. حب راسه لا شفته. تعال 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 تبارك الله. اليوم الشباب مضبطين العشاء المحترم ضيافة للشيخ داني. هذا عشانك كله مسوين العشاء ذا والبرجر عشانك. كل هالترتيبات ذي. الاحترام ولا كان علمت. هلا عمي ابو ابراهيم. هلا والله. هلا وغلا. هلا وسهلا. ايوه. شل اناقه. تستين فيني. شل فخامه. ها خير خير ان شاء الله. شل النظارات ذي الجميله. غيرني شيء والله. هذا احنا دائما كذا. ايش فيه والله اللي يشوفك بهالنظارات ذي يقول انسان مثقف. ما في واحد اثنين. وانا شيخ قصدي لا يعني قصدي ان انت يعني اللي يشوفك بالنظارات او من غير نظارات ما شاء الله انسان مثقف وما شاء الله يعني. اللي شوفاني ايه هذا انت يا مريضي. ايه لا لا شو فيك ابراهيم انا قاعد امد. عمي ابو ابراهيم ما شاء الله هاليومين محلو وكاشخ ومرد. اقول لهم شو المناسبه؟ يقول ما عندي شيء اخفي. ايه طبعا يا جماعة الخير احب باسمي وباسمكم جميعا ابارك حق عمي ابو ابراهيم بمناسبة الزواج. الله يبارك. مريضي اسكت. والله ترى اذا دارت ام ابراهيم صادقك. والله 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 العظيم اسكت. لا والله ذيك اليوم فضحتني وعنده بحتني. لا والله العظيم ما خليت ولا بقيت فيه. بس والله ام ابراهيم صراحه يعني الخاله ام ابراهيم يا ابو ابراهيم ما ينحط عليها مارة صراحه. انا هذا وجهه نظر يعني. اي بعد هالعمر تزوج عليه. هذا اقول لك المفروض انك ما سويت. بس دام انك سويت الله يبارك لك ما نقدر نقول ما سويت. ما سويت صدقك الحين. يعني ناوي انك تسويها ما بعد تسويها. ما سويت. ما ابي اتزوج. ما بتزوج. اضاك اياك ابو ابراهيم مريضي. ترى هالحكي ما ينقول. صح صح هالحكي كلش سكت عن. صح فهم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ابو ابراهيم. وسع صدرك عم ابو ابراهيم. المشكله تدري وين؟ ام ابراهيم تثق فيني ثقه عمياء والله. تثق فيك؟ ايه وكل اسبوع الوالده تتصل عليها ومن حسن الحظ لا صارت تتصل عليها اكون انا موجود واكلمها اوصيها عليك دايما. وانا اقول يا النبي. اوه ماشي.
أنا أقول كل أخبارها كل أخبارها تجي كل أخبار يا عندها. هاي النذر. شفيه ذا. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع 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 خلدي ولي خلدي لا تتحكي بالمواضيع ذي ان شاء الله لا تتحكي ان شاء الله هذا انا ندرك واخر من ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بعد اصابي اصابي ابو ابراهيم اصابي تبارك الله شالزين شالحركات شالترتيبات الحين امبارح واحنا جايين من الرياض مو بالرجال قال انا ترى اليوم ما باجي المزرعه شوف بس يا حبيبي شفت المنظر شفت المنظر ايه هذا اللي يجيبه شاف الكلام في الجروب انه في في برجر وفي حركات هلا بهلا بتعشوا بام ان شاء الله لا الله يسلمك خلهم دابل اليوم عشان مثل ما انتم شايفين يا جماعه الخير برجر طبعا هذا يا جماعه الخير خال الولد هذا خال ولدي بس ما انا صلح تحب خالك تحب خالك ها والله من الخوف قال احبه ولا مو ما نصل ما نصل اول مره اشوف واحد ما يشتهي خاله اي والله راجل حسنو ما يشتهي خاله لا اي بس عندك خالك حاطه يعني قصدك ذق حاطه ما قلت شيء يا جماعه الخير لا جيت تسوي البرجر تكون عندك محتويات الاحتراف في البرجر كلها جاهزه دلعها بالرمان رمان فلفل وملح هذا ايش صوص جبن صوص مخلل رمان الهبينو هلبينو شو اسمه هلبينو بصل خس طماط كل شيء اغراء الجبنه الله على الجبنه عاد اغراء شوف 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 الشوايه الخبره ايوه اما البرجر مشويه على الفحم يعني نقجها الله شوف اذا تقول رجال يا محمد زجران ما ياكل ولا واحده من هالاربعه قسما بالله ما ياكل ما ياكل والله كافي شو عادفنك انت ويا جرب انا ما اقدر على الانتظار عجلوا علينا يا جماعه عجلوا علينا الجوع 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 ان شاء الله تبارك الله عندي احساس سيدي سيدي ذا هلا هلا بحبيبي هلا بعد عمري هلا وقت شكر العلوش شكر ذا الحين ما بعرف فيه وانا قاعد فيه انا قاعد يم الواد قهوة تتن وتمشي بسم الله الرحمن الرحيم عارف ما عندي سيارة ابو يوسف عارف انه ما عندي سيارة قلنا له مرزج مرسامي وتعال قاعد انا يم امي قهوة شفاني اهو ما بس ما يبيني نسيتك خوي نسيتك والله السموحه نسيتك نساك نساك نسيتك نساك 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 ما نسيته اي هذا هذا اللي موتني قهر اي وانت وانت تفكر يا وانت شوف هالزين وانت مصدق ان نساك لا ما ينسى انت عارف ما عندي سياره ما جابني الا وانت الجيران جزا الله خير ولا شيء انا ما ملزوم اجيبك شلون شلون؟ ما ملزوم كيف ما ملزوم تجيبه؟ ما اخذ له تاكسي ولا شيء هذا اللي بتجابني هذا اللي بموتني ما ملزوم ملزوم ابي ادبه يا سهم يا ابي خلاص سامي ما ملزوم معقول كبير يقول لي كذا ترضى ها؟ لا والله ما ارضى. اذا ترضى نقولها. قولها. قولها اذا ترضى. لا والله ما ارضى. يلا خلنا نشوف. والله ما نرضى. طول طول رحلتنا الرياض وانا اوصيه يوميا الله الله في اخوك سامي. والله كلمه. ارضي اخوك سامي. وانا سمعت بالنصيحه ها؟ ما يسمع ما يسمع. خلاص يسمع النصايح اخوك اخوك الكبير. العضيد العضيد نعم اي عضيد مشكلة مشكلة ان بعد انت عميد العائلة اكبر واحد في العائلة لا ايه دخلت يوم الجمعة تعرف ايه وجمعتنا عند الوالدة ايه دخلت شفت واحد كنا خيمة منصوبة زجران الا طالع كذا الا اشوفه زجران ايه ويا قاعد يبحط في الكيك حق يوم الجمعة ايه قلت على العموم لا تنساني انا ما عندي سيارة مراني اجي تروح لمريضي وهذا شوفت عينكم وراح وهدى والله راح هداني وسمع سمعت وش يقول إيه ولا عدل لا مو بعد وانت سكت لا هذه المشكلة ما هو انت تفكر عنا اللي سويته لا ذي أدب خلاص الله يسامح خلاص
خلاص خلاص خليك تأدب. ما يعني تأدب جاي. خلي عارف ان اخوك كبير. ولي تأدب. والله روعاني فكرة هاجم علي. شب نحاش. اي والله. طلع حق الكيك بهمبرقع. الله تبارك الله ذايب الجبنة ذايب دلعها دلعها الله 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 أمانة عليك يا نوري أمانة عليك البارح في المحطة البارح في المحطة وإحنا جايين من الرياض قريب الساعة 4 الفجر شو اللي طلبت أنا ويا زجران برجرايزر اي والله ولا ادري والله ان اليوم عشان كمسه يطعن ما جايب لي شيء تعال 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 حبيبي تعال دوني تعال 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 بعد عمري تعال تعال انتبه لا تروع الولد انتبه اثقل شايفين مقاطع ولا قرد يا عمك داخل علينا من دفع اسبوع ما شفناك داخل علينا بهوشه تعال حبيبي تعال 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 ناكل انا وياك تعال 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 الله سلام عطنا عطنا صوص عطنا صوص اي صوص غرقها بالصوص ايوه يا سلام ايوه ايوه يلا يلا اكل منها انت قول بسم الله خلنا ناكل أوافي لذيذ يا جماعة والله لذيذ الشغلات اللي عليها هذه الرمان والهلبين والمخلل والحركات ما أعطيتها طعم ها آه حبيبي واحنا جايين من الرياض ايه وقف مريضي وطلبنا منه شو اسمه عنده فلوس العيب بابا خذ اخ واحد لا 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 يبا لا تعود الوالد علي اي طلبنا من برجرايز برجرايز كرمها كرمها بالصوص كرمها 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 باقي ترى ناس وراك اي باقي علبتين صوص يا النور ايش فيه الريحه ما شاء الله تشتي تاكل لا امس وقفنا عندهم البارح جايين ناس سد ها تو قاعد من النوم فيك يا ابو يجينك صاك يجينك صاك سالت سؤال مرتاح اي هذا هو هذا هذا اي هذا هو هذا ما شاء الله والله ان شاء الله الامان الصراحه انزين راح انت راح للغرفه على السرير نام ونجيب لك واحد راح اروح على السرير ونجيب لي واحد انت ما قاعد صاحت حقك ما بهنا ايش فيك راح السرير واجيب لك واحد رجل ما في شيء سائل جاوب انا شفت نفس اللوحه جاوب ولا اصمت واحنا جايين من الرياض هذا الدجاج يا مرتضى عطى يا جماعه الخير الصوص سجلات ريحه ما شاء الله حلوه لا اي والله حلوه تبي صوص ابو ابراهيم صوص 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 عطى صوص عطى صوص والله فاخره والله فاخره فخمه يا جماعه الخير فخمه لا لا